شفنا ضمن التقرير طقوس من مدينة درعا. كل مدينة سورية في شيء لها خاص بالشهر الكريم، إن كان بالأكلات إن كان بالعادات. هلأ ضيفتنا رح نسألها السؤال على الهواء، قالت لنا أنه درعا بتشتهر باللزقيات وشرحت لنا يعني طبعا هدول الأكلات هي اختصاصية تغذية كمان بس هدول الأكلات يا هاي اللي سمعناهم بالتقرير، إن كان القطايف وإن كان أي الأكلات الحلوة الدسمة بتسبب زيادة الوزن. واليوم ضمن فقرتنا على عكس العادي، دائما نحن بنحكي عن زيادة الوزن وأسبابها، اليوم رح نخص الصبايا اللي بيعانوا والشباب من موضوع النحافة، قد ايه له تأثير سلبي على أجسامهم إن كان بفقد الكتلة العضلية أو السوائل. وأكيد في أسباب، أحيانا في أشخاص بيقولوا لك أنا فجأة نحفت وأنا اليوم ماني عم بدايت، ولكن أكيد في اليوم أسباب إذا عملنا تحليل رح نعرفها. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع ضيفتنا. أكيد رشا، يعني مثل ما ذكرتي هذا النحف ممكن يكون بسبب أيضا مشكلة مرضية مزمنة أو وراثي من العائلة، أو مثل ما قلنا اتباع نمط حياة معين إن كان بأغذية خاطئة أو العديد من الأمور. ما في شك إنه النحف هو مشكلة عند بعض الناس، لكن فينا نقول إنه هو هاجس كمان رشا عند بعض الصبايا. هو حلم، هو حلم إنه يكون جسمه متناسق ورشيق. لنحكي أكثر مشاهدينا عن النحف وعن أسبابه وطرق علاجه. بيسعدنا أن تكون معنا ضيفتنا لليوم مع الاختصاصية التغذية ديما سلوم. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير ديما، أهلا متابعين جميعا. رمضان كريم عليك. بداية عم نحكي اليوم وعم نقول اليوم كسرنا القاعدة، دائما نحن بنحكي عن زيادة الوزن الأسباب وكذا والأعراض، اليوم عم نحكي بحلم وهاجس عند كثير من الصبايا ودائما عم يشتغلوا على حالهم إن كان بالدايت بأنواع الدايت اللي كثير بنسمعها، ولكن أكيد المفروض اليوم يكون هذا النحف هو أمر طبيعي وعند إرادة الصبية. اليوم كيف نحن قادرين نميز الحالة المرضية بموضوع النحف؟ هلا النحافة هي حلم عند كثير ناس عندها زيادة وزن، بس كمان انه في ناس كثير عندها نحافة بتحلم انها هي عم انه تزيد وزنها لتوصل للوزن الطبيعي. النحافة هي اذا بنعرفها كحالة هي نقص الوزن بالنسبة للعمر ولا الطول ولحتى للجنس، يعني بين ذكر وانثى. والنحافة هي حالة بيعاني منها فئة منيحة من المجتمع، يعني انه عم نشوف حالات نحن انه مثلا بتجي لعنا انه عم تعاني من النحافة لدرجة انه عندها الكتلة العضلية والنسيج الدهني بيكون انه كتير قليل بالنسبة للعمر ولا الطول. اين اعمار ببلش يبين هذا الموضوع اذا كان مرضي؟ هلا لك شو، هلا اذا المرضي ببلش حسب الحاله اللي يعني ممكن يكون شخص بالمراهقه بهي المرحله بتزيد النمو الطولي وبيزيد التشكل مثلا العظام والجلد، فبيحتاج الجسم كميه اكبر من الاغذيه فبيصير نحافه بهذا العمر. ممكن كمان بمرحله الانتقال من الرضاعه الطبيعيه للتغذيه التكميليه بهي المرحله كمان ممكن الطفل ما يكون عم ياخذ حاجته، كمان بيصير في عندنا سوء تغذيه او نحافه. وبيصير عندنا نحافه ممكن بحاله المسنين الكبار بالعمر نتيجه مثلا فقد الاسنان، نتيجه حالات نفسيه بتعرضوا لها، فبيخف عندهم الوارد الغذائي وبسبب لهم نحافه. يعني في مراحل معينه نحن لازم ننتبه لها اكيد. خلينا نوضح اكثر شو هن الاسباب والاعراض يلي ممكن تظهر عند الشخص نتأكد أنه هون في نحف بس مو مرضي. مو مرضي. هلأ أسباب النحافة هي كثيرة، من ضمنها يعني في أسباب مرضية، في أسباب نفسية عصبية، في أسباب بتتعلق بوراثة ضمن العائلة، أنه بتلاقي العائلة مثلا في عندها بالجينات شيء بخص أنه النحافة، أنه زيادة حرق السعرات الحرارية. لما بيكون في عنا نحن النحافة ناتجة عن حالة غير مرضية فبيكون في هو نقص بالوارد الغذائي. يعني شخص بحاجة 1500 كالوري عم ياخذ 1000 كالوري بالنهار، فما عم يعطي حاجة جسمه من الطاقة الحرارية، فهذا الشيء بيسبب انه الجسم بيصير بقى بيحرق من العضلات وبيحرق من الأنسجة الدهنية لحتى يكفي حاجته. فهون بيكون عندنا نحن سبب نقص بالوارد الغذائي. طيب احيانا بيكون بيقولوا لك انه عظمه نحيف طالع لعمه لابوه، يعني اليوم هون عم نحكي عن موضوع الوراثه، قد ايه بتلعب دور بهذه القصه؟ واحيانا كثير بيكون في حالات خربطه بالهرمونات فبيلجأوا للطبيب، بنعمل فحوصات تحاليل فبيطلع في مشكله بالغده مثلا، هي عم تاثر على هي القصه. قد ايه نسبه ممكن بتبلش من عمر صغير ما
موضوع الغده ببين عند الاطفال يعني بعد العشر سنوات تقريبا؟ هلا اول شيء موضوع الوراثي هو موضوع ببلش مع طفل من بدايه حياته، فبنقول انه هذا الطفل عنده مثلا ارتفاع بمعدل الاستقلاب فبيكون مائل للنحافه، مو شرط انه هو يطلع نحيف مثلا او عنده نحافه مرضيه، ممكن يكون جسمه مائل للنحافه، يعني في ناس بتقول لك انا قد ما باكل ما بسمع. يا لو قد ما بشوفهم تماما. في ناس بتقول لك بيجوا يعني بشوف ضمن المراجعين وهيك، في ناس بتقول لك انا باكل كثير بس ما بسمع، بدي اسمع، تمام؟ هي الحالات اللي بتكون هي عباره عن وراثيه. طب شو السبب ليش ما بيسمنوا هون؟ الاستقلاب بيكون كثير عالي. الاستقلاب عالي، الاستقلاب عندها الايض عندها عالي، بيكون الجسم كثير بيحرق لحتى يعمل العمليات الحيويه اللي يعني اليوميه يعني بالجسم، فبيحرق كالوري عالي، فهي قد ما اكلت جسمها تمام ما في عندها زياده وزن. طب اليوم نحن الاسباب المرضيه الثانيه اللي عم نقول عم نحكي عنها بالنسبه لموضوع الغده الدرقيه وهيك، هلا الغده الدرقيه هي يعني انه لما بيكون شخص ما عوارضه الغذائي ممتاز ما عنده مشاكل تانية مثلا، بننصح انه يراجع طبيب غده في حال انه ممكن يكون في عنده ارتفاع بهرمون الغده الدرقيه. كمان ارتفاع هرمون الغده الدرقيه بيسبب زياده استقلاب بالجسم وبيسبب حرق زياده من الكالوري من الوارد الغذائي اليومي، فهذا الشيء بينعكس نحافه على الجسم. تمام. كان يعني بدي اسالك انه نحن اليوم بشهر رمضان المبارك بتلاقي في كثير اشخاص بيعانوا من نحف، هدول الاشخاص بيقدروا يصوموا اليوم بدون ما ياثر شيء على صحتهم؟ هلا لك شو، هلا هي فتره الصيام يعني كاشخاص بيعانوا من النحافه هن اصلا الاشخاص اللي بيعانوا من النحافه وما عندهم حاله مرضيه، هن عندهم وقت طويل ما عم يتناولوا فيه الاكل الغذاء الاغذيه يعني الوجبات اليوميه، فانه هذا الشيء طبيعي عندهم. هلا هن انهم يصوموا ما بتخيل انه هذا الشيء ممكن انه يتعارض مع الوضع الصحي، بس المفروض انه من فتره الصيام لفتره السحور يعوضوا النقص اللي صار خلال النهار من خلال عده وجبات مثلا متكامله تكون مناسبه لهم. طيب مثل ما في اشخاص اليوم بيروحوا للنظام الغذائي لتخفيف الوزن واللي نسبتهم كثير، طبعا اكيد اليوم الاخصائي التغذيه بيتبع نظام غذائي مع الاشخاص اللي بيعانوا من النحافه الزايده، واليوم في عنا بيزيد عدد الوجبات وبيكون في عناصر محدده المفروض تكون موجوده، خبرينا اكثر اليوم شو هو اهم العناصر المفروض تكون موجوده ونحكي بشكل عام عن النظام الغذائي. هلا بالنسبة للأشخاص اللي عندهم نقص بالوارد الغذائي اليومي اللي عم يعانوا من النحافة، أول شيء إنه هن ما لازم ياكلوا وجبات كبيرة، لما بياكل وجبة كبيرة هذا الشيء بيعرض جسمه إنه يكتفي لفترة طويلة بالأغذية اللي أخذها، فالمفروض اللي عم يعاني من النحافة إنه هو يقسم الوجبات خلال النهار لخمس وجبات يومية وبيناتها ممكن سناك أو سناكين خفيفة. بس هي كمان مشتركة مع الأشخاص اللي حابين ينزلوا وزنهم؟ مشتركة تقسيم ال اكيد الأطمين. اكيد هلا انا بقسم الوجبات لانه اللي عنده نحافه بكون معدته صغيره فبياكل وجبه كبيره فبصير في عنده هرمون الشبع مستمر عنده فما بيحس بالجوع، بس لما بياكل وجبه صغيره بياكل وجبه صغيره فبيحرقها بيرجع بيحس بالجوع بعد ساعه او ساعتين. تمام. بالنسبه نحن شو بنختلف بين اللي عنده زياده وزن او اللي عنده نحافه؟ بنختلف بنوعيه الاغذيه اللي عم نحطها ضمن هي الوجبات الغذائيه. الوجبات بتكون مثلا بالنسبه للي عنده نحافه حتكون عاليه الكالوري، بالنسبه للي عنده زياده وزن حتكون منخفضه الكالوري. تمام. يعني بنسمع اليوم كثير عن موضوع اضطراب الاكل او فقدان الشهيه او اتباع الشخص نمط غذائي معين، شو علاقه هي المواضيع بالنحف؟ هلا في اضطرابات نفسيه عصبيه في اشخاص بيعانوا منها، بتسبب هاي الاضطرابات انه هو الشخص ما بيحب ياكل، ما بيحب يقعد مع تجمعات، حتى ما بيحب يشارك الاشخاص بالاكل ضمن الوجبات، بيكون هو الشخص عنده فقد شهيه، يعني هو ما عنده ابدا ميول او مثلا ما بيحس بالجوع، ما عنده رغبه انه هو يتناول اكل، فهي هي الامراض العصبيه طبعا هي بحاجه تشخيص طبيب ومراجعه طبيب واشراف طبيب، ممكن يكون بتشارك مع اخصائي تغذيه هو ينظم الوجبات الغذائيه لهذا الشخص. حتى بيقولوا يعني انه وقت حدا بياكل مع اشخاص الجمعه بتفتح الشهيه عند هذا الشخص. طيب خلينا نحكي عن الاشخاص اللي بيروحوا مع النظام الغذائي اللي اليوم مثلا حضرتك انت حطيتي له نظام غذائي مشي عليه بعدد الوجبات والكميات وانه في بعض الكبسولات اللي هو بياخذهم بتدعم قصه زياده الوزن عنده. هلا
بالنسبة للأدوية اللي هي مثلا بتأثر على الهرمونات وبتسبب فتح الشهية وهيك زيادة الشهية بالجسم، هلأ يعني يفضل أنه هي تكون تحت إشراف طبيب يعني بالنسبة للأدوية، بس بالنسبة للأغذية وللمكملات الغذائية ممكن نعطي مثلا بفيتامين بي 6، ممكن أوميغا 3-6-9، هدول الدهون الصحية المشبعة هي تعتبر أنه نوع من أنواع أنه بتعطي إحساس بالراحة للجسم وبتزيد الشهية عند هدول الأشخاص. تمام، بدنا نشكرك كثير اختصاصية التغذية ديما سلوم، شكرا لك ونورتي صباحنا. شكرا لكم.